السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تكرر السؤال، هل هناك امراض اخرى اللي يتمنع عليهم اكل التمر؟ لا ليس هناك، لان التمر المشكل ديال التمر ليس فيه مواد ولا املاح يعني خطيره للامراض الاخرى، يعني حتى الناس اللي كيعملوا الدياليز طبعا الا كانوا جوج ولا ثلاثه ديال التمر ما عندهمش مشكل، لان مشكل ديال البوتاسيوم. ولكن اصحاب السكر، لان التركيز اللي كاين في التمر هو تركيز عالي جدا، بمعنى انهم الا كلاو مثلا اربعه ولا خمسه التمرات غادي يكون واحد التركيز ما غاديش يقدروا عليه، لان الجسم ديالهم ما يقدرش يحلل اكثر من هذه الكميه هذه الا خداو تمره مثلا، بغاو ياخذوا حبه وخداو ولا اثنين كنظن ما يكونش مشكل. ولكن التركيز السكر عالي جدا اللي كاين في التمر والتين والزبيب، يعني هاد ثلاثه المواد هادو يعني من الاحسن الناس اللي عندهم سكري ما يقربوش لهم. نعم. كما قلت، الا الناس اللي عندهم مثلا السكر كيطيح لهم وكيكونوا حاملين معاهم السكر ديال المطبخ. هذا اللي كنديروا فيه. كاين الناس اللي يكون حامل معاه مثلا حلوي حلوى ولا السكر ولا شيء، باش اللي فيه السكروز والجليكوز. نعم اللي يحس بالسكر بدا كيهبط ليه كياخذ مثلا واحد شويه السكر مع الماء. في هذه الحاله هذه من الاحسن يكون حامل معاه اشياء طبيعيه، يكون هاز معاه تمار ولا مثلا اشياء حلوه. نعم. باش الا حس بالسكر كيهبط ولا شي حاجه وبغى يطلع السكر يزيد التمر. اما الناس اللي عندهم السكر كيطلع هذو ممنوع عليهم العسل والتمر والزبيب والتين، ممنوع منعا كليا. نعم. اذا نكملوا في ماده التمر وماذا ستضيف اليوم؟ نعم، تكلمنا البارحه على يعني هذا التمر، كاين الناس كيسالوا واش يتغسل عادي دار في الثلاجه. التمر الا تغسل يتكال مباشره. نعم. ما خصوش يبقى لان الماء كيفسدو. الا غسلوا الناس التمر ياكلوه مباشره، لان كاين اللي كيغسل التمر ويديروه في الثلاجه كيخسر، ولو في الثلاجه كيخسر. من الاحسن ما يغسلش التمر، ما يتغسلش. كاين الناس كيتخوفوا من بعد الديدان اللي كيلقاوه لداخل. الا ساسوا التمر غير يحلوا يسوسوه ينظفوه يتكال، يعني بالعكس. والاشياء اللي فيها الدود هي الاشياء اللي ما فيهاش مبيدات، يعني انا نفضل نلقى ثلاثه الدودات في التفاح وما يكونش فيه مبيدات. نعم. لان مشكل ديال الحشرات ديال الفواكه هي لا تضر الانسان، يعني لا تضر الانسان غير شويه. كاين بعض البلدان اللي كياكلوها. نعم، البلدان الاسيويه. نعم. الاسيويه غير كاين الناس كيشمئزوا منها شويه. نعم. ما كتعجبهمش صافي، ولكن اذا تنظف هذيك الديدان تزال حيت كتكون بعض المرات واحد الغبره من الاثر ديال هذيك المخلفات ديال هذيك الديدان. نعم. يعني يسوسوها ويعني ما كاينش مشكل، كيتساس ويتكال من غير الغسل. دكتور، نبغي نتكلم ايضا لان اليوم هو الاخر في حديثنا على التمر، على المساله. نعم. اللي يعني معروفه عندنا في بلادنا المغرب، واننا كنمسحوا التمر بالزهر وكنعمروه مثلا بالقرقاع ولا باللوز ولا باي شيء، وكنخليوه في يعني مده طويله على الاقل واحد 15 يوم كيبقى معنا. فحتى نعم. هذه المساله هذه شنو رايك فيها؟ نعم، هائل. هذه هائل، يعني التمر كيدار وسط منه اللوز، إذا تلاقى اللوز مع التمر جيد، واللوز ما كيفسدش التمر. نعم، والغسيل ديالو بالزهر. نعم، ما كيفسدش التمر، يعني بالعكس. بالعكس أنا كنصح الناس اللي ما يقدروش يقهمهم مثلا اللوز والقرقع أنه يعملوه مع التمر. وكاين بعض الحلويات الأخرى اللي كيعمروا بها التمر في الأعراس، غير النساء يحاولوا هذيك لاباط داموند، يعني هذاك اللوز مطحون. كاين اللي كيطحن اللوز وكيدير معاه ماء الزهر وكيصايبو كيعدلو كيعمر به، كيفارسي كيعمر به التمر في العرس. هذوك لاباط داموند، هذيك العجينه ديال اللوز، من الاحسن النساء ما يزيدوش معاها ملونات. هذيك الملونات اللي كيشريو ملونات كيماويه خطيره. من الاحسن ما يفسدوش هذه الماده هذه، يعملوا هذوك العجين ديال اللوز في وسط التمر. ما كاينش، بالعكس هو جيد، ولكن ما يزيدوش عليه اشياء اخرى كيبغيو يزوقوا ولا شي حاجه. ما اي نادي كانت موضه، ما بقاتش دابا هذاك اللوز ملون. نعم. وكاين هذه التمر ما خصناش يسخنوها كما قلت البارح. يعني كاين الناس اللي كيطيبوا دابا التمر كيصايبوا منه واحد السيرو، هذاك السيرو كيصلح لتحليه الاشياء، اللي بغى يحلي به اتاي ولا بغى يحلي به مثلا الكونفيتير ولا شي حاجه. اما هو المكونات ديال التمر ما خصوش يسخن نهائيا فوق 45 درجه. من غير يعني من غير هذاك السيرو كنستعملوه كعجين، كيتبخر وكيولي وكنطحنوه وكيولي عجين. جيد، لا كان التمر مطحون جيد. كاين واحد النوع عندنا في المغرب بوزكري، وهذاك بوزكري راه تقريبا خاص بالمغرب، ما كاينش في الدول الشرقيه. وبوزكري هو التمر اللي كيتطحن بسهوله لانه صلب، وكانوا من قبل كيعلفوه الجيدان الخيل. نعم. الخيل علاش؟ لان الفرس هو الحيوان الوحيد اللي عنده نفس التغذيه ديال الانسان، والحيوان الوحيد اللي عنده نفس العلاج بحال الانسان. يعني الامراض ديال الحصان هي الامراض اللي كيصلح لها العلاج ديال الانسان. نعم. حتى بالنسبه للطب الطبيعي كاين دابا الفرس كنعطيوه نفس الاشياء اللي كتعطى للانسان. نعم.
لانه هو مونوغاستريك، وكانوا كيعطيو العود التمر باش ما يتخلعش وما يتقلقش وباش العضلات ديالو تكون جيده، يعني ملي كيكونوا يركبوا عليه ولا شي حاجه يعني هو كيستافد تقريبا بحال الانسان. هو التمر كما قلت كيصحح العضله ديال القلب، كيحيد يعني الامساك يعني القضيه ديال الجهاز الهضمي جيد، وكيرطب الجهاز الهضمي. فيه اليود والفيتامين بي اللي كيهدئ الاعصاب، فيه بعض اللوسيتوسين مثلا وبعض الهرمونات مثلا اللي كتنفع المراه الحامل، خاص العيالات ملي كيحملوا ملي كيقول لها الطبيب راكي حامله مبروك عليك خاصها تبدا تاكل التمر وتحبس المواد الصناعيه. واكيد نزيد ناكد تبدا تاكل التمر، تبدا تاكل التمر يوميا، تاكل الخضر والفواكه والمسائل، الطبخ ديالها يكون زيت الزيتون وتشرب الماء بكثره وتحبس المواد الصناعيه. بمجرد ما يقول لها الطبيب راكي حامله ممنوع المواد الصناعيه، ممنوع الحلويات والمقليات والمشروبات الغازيه. علاش؟ باش ملي تولد ان شاء الله ترضى، وباش ما يبقاش لها مشكل ديال نقص بعض الاملاح وبعض الفيتامينات بدون ان تاخذ الحديد. اذا كانت المراه تاكل الماكله ديال الدار ومحبسه المواد الصناعيه وكتحرك بدون ان تاخذ اي شيء من المستشفى، لا تحتاج، لان النساء في الباديه الان ما كيحتاجوش هذه المسائل هذه. ولكن هذه مكملات كيعطيوها الاطباء للعيالات. علاش؟ لان كيعرفوا بان الجسم ديالها ناقص فيه هذه الاملاح. طبعا ناقص لان المراه اذا كانت تاخذ مواد صناعيه فيها الكابحات ديال الامتصاص، وهذا التمر تمر من الاشياء القويه، هو مزيد الزيتون بالنسبه للمراه الحامل. بالنسبه للاطفال اذا كانوا كيفطروا التمر ولا يديهم عام في البوتي جيد، كيوليو الاعصاب ديالهم يعني هادئه جيد وكيتعلموا يركزوا. كاين البارح تكلمت على البريق، قول البارح تكلمنا على المناطق ديال الصحراء اللي بريق العينين الرشيديه وتافيلات، كيشوفوا بعيد، كيشوفوا واحد 10 كيلومتر ولا اكثر بريق ديال العين. علاش؟ لاول ماكيلا ما عندهمش المشكل ديال الماكيلا، ما عندهمش هذيك الجلاله. علاش؟ لان هادو الزيكزانتين واحد الفلافونويد اللي كاين في التمر هو اللي كيحفظ العين من هذيك الماكيلا، لا ديجينيراسيون لا ديجينيريسونس ديال هذيك الماكيلا. وهاد المناطق ما فيهاش هذا المشكل ديال العين. عندهم الرمد في المنطقه ديال تمحبيط، عندهم الرمد نعم، ولكن الرمد كيجي من بعض الفيروسات لان المنطقه فيها غراب، عندهم غراب وهذا الغربان، هذا الغربان هي اللي عندها هذاك الفيروس، ولذلك المنطقه ديال تمحبيط ميدارت عندهم هذا المشكل ديال الرمد. هذا التمر هو يعني ماده ديال جميع الاعمار وماده ديال جميع الناس وماده ديال جميع المرضى الا اصحاب السكري. وحتى الدكتور بانه فيه الالياف الخشبيه، وحنا كنعرفوا بان الالياف كتمشي مع لما كنعملوا الحاجه عصير. هل بالنسبه للتمر ايضا الا عملنا عصير كيمشيو منه بعض المواد؟ لا ما يتعملش عصير، التمر ما يتنقعش. كاين حاله واحده اللي كيتنقع فيها التمر، هو ملي كيكون الانسان كيحس بواحد الضعف، واحد العياء، كله عياء جسماني كله على جميع العضلات. يعني كيرطبوا الناس هذاك التمر في الحليب، ولكن يكون حليب طبيعي. كان من قبل كيستعملوا حليب المعز، كينقعوه كيترطب في حليب المعز، ومع الصباح كيشربوا هذاك الحليب وفي نفس الوقت كيفطروا التمر. ما عرفناش حنا علاش هذاك التمر ملي كيترطب واحد لمده ليله وحتى في الماء. ممكن الناس حتى في الماء والصباح يشربوا الماء وياكلوا التمر، ما عرفناش علاش كتزاد الاهميه ديالو. يعني باقي البحث العلمي الان عاجز، ما عرفناش شنو المكونات اللي كتزاد، وما عرفناش المفاعلات الكيماويه اللي كتوقع علاش. ولكن هو اهم ملي كيترطب في الماء وكيتشرب الصباح الماء ويتكال التمر كيكون نافع اكثر، ولا كيترطب في الحليب ديال المعز ولا حليب الابن ولا حتى حليب البقر اذا كان طبيعي. ولكن افيد علاش ما نقعوهش ونستافدوا اكثر؟ نعم جيد، الماء دافي الصباح يديروه الناس في الليل في الماء، غير كاس كبير يديروا فيه 5 ديال التمرات ولا 6 ويخليوه يرطبوا، والصباح يدفيوه شويه، يدفيوه هذاك الماء ماشي يسخنوه، غير يدفيوه كيديروه في واحد البان يدفيوه يشربوا هذاك الماء وياكلوا التمر. غادي طبعا يحسوا بواحد قوه جسمانيه اكثر، غادي يعطي واحد الهاله واحد الشحنه للجسم. نعم ولكن كنعملوا التمر عصير، يعني التمر كيتطحن، كنحيدوا منه النواه ديالو كيتطحن، ولات الات كهربائيه اللي كتطحن مثل هذه الاشياء، واش نطحنوه ونشربوه؟ جيد، ولكن هذاك الشيء اللي كيتبقى ما خصوش يتصفى. لا ما كيتصفاش، كيبقى فيه. اذا ما تصفاش جيد، يعني هائل، اذا ما تصفاش جيد، يعني هذا التمر. وربما يعني الناس دابا كيحليوا العصير بالليمون ولا بشيء، حتى التمر جيد، يعني الناس ملي كيطحنوا مثلا الفواكه يطحنوا حتى التمر معاهم، يعني جيد.